الأمين العام لمحل حضرموت يشيد بالتدخلات الإنمائية لمكتب اليونيسف بالمكلا. مجلس إدارة صندوق المهارات يبحث تقرير الأداء المالي والتدريبي. وفي العاصمة المؤقتة عدن، إتلاف 290 كيلوغراما من المخدرات في إطار جهود مكافحة تهريب المواد المخدرة. نشرة الأخبار المحلية من تلفزيون حضرموت، أهلا بكم. بحث اجتماع عقد بمحافظة لحج اليوم برئاسة محافظ المحافظة اللواء ركن أحمد تركي الترتيبات الخاصة بتنفيذ حملة إزالة تعديات مباني البسط العشوائي وأحواشه المستحدثة بطرق غير مشروعة قانونا على المخططات الرسمية لأراضي الدولة بمناطق مديرية تبان. وفي الاجتماع أكد المحافظ تركي أهمية التصدي للاعتداءات المتكررة على أراضي الدولة من خلال المتابعة المستمرة لأي استحداثات غير قانونية تطالها، مشددا على الجهات الحكومية المعنية بمحافظة لحج على ضرورة تنفيذ الحملة والتحضير الأمثل لها وتوفير كل مقومات إنجاحها حفاظا على المصلحة العامة والمال العام في مجال الأراضي، ترجمة لأهداف قيادة السلطة أو سلطة المحافظة المحلية. نظم مركز اللغة المهرية للدراسات والبحوث التابع لجامعة المهرة فعاليات يوم اللغة المهرية تحت شعار هوية راسخة وتاريخ متجذر. وأشار محافظ المهرة محمد علي ياسر إلى أهمية الاحتفال بيوم اللغة المهرية كلغة تاريخية أصيلة، مؤكدا دعم السلطة المحلية لفعاليات يوم اللغة المهرية بما يحقق أهدافها في صيانة الموروث الشعبي المهري ويحافظ على اللغة المهرية الأصلية. من جانبه، ثمن رئيس جامعة المهرة الدكتور أنور كالشات الدعم المقدم من السلطة المحلية للجامعة ولمركز اللغة المهرية للدراسات والبحوث للحفاظ عليها ونشر الأبحاث العلمية عنها كونها تمثل هوية أبناء المهرة وخصوصيتهم الثقافية والتاريخية. بحث نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نزار باصهيب بالعاصمة المؤقتة عدن مع السفير السويسري لدى بلادنا توماس أورتلي سبل تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين البلدين الصديقين. وتطرق اللقاء إلى جملة من المواضيع ذات الصلة بالتحديات التي تواجه الحكومة في الجانب الإنساني والاقتصادي وأثار انخفاض التمويلات الدولية على خطة الاستجابة الإنسانية في بلادنا. هذا وثمن باصهيب أوجه الدعم المقدم من الحكومة السويسرية من أجل التخفيف من حدة الكارثة الإنسانية الناتجة عن انقلاب الميليشيات الحوثية، لافتا إلى ضرورة استمرار دعم الحكومة ومؤسساتها للقيام بمهامها وتلبية احتياجات المواطنين خصوصا في مجالات التعليم والصحة والمياه. أشاد الأمين العام للمجلس المحلي بحضرموت صالح عبود العمقي بالتدخلات الإنمائية المنفذة عبر مكتب منظمة اليونيسف بالمكلا، وذلك خلال لقائه مدير فرع المكتب الميداني لمنظمة اليونيسف الدكتورة فوزية غرامة. وبحث اللقاء الترتيبات لاستكمال المراحل الأخيرة لمشروع الطاقة الشمسية بحقل آبار زمن في إطار التحول لاستخدام وسائل الطاقة النظيفة. كما تطرق اللقاء إلى أبرز ما أنجز في المشروع، إضافة إلى متابعة التفاصيل الأخرى المتعلقة بالإنجاز النهائي للمشروع الذي سيفتتح رسميا في منتصف شهر أكتوبر الحالي. عقد مجلس إدارة صندوق تنمية المهارات اجتماعا استثنائيا اليوم في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة رئيس المجلس عصام قاسم، وذلك لبحث عدد من القضايا المالية والإدارية المتعلقة بأداء الصندوق. واستعرض المجلس خلال الاجتماع بحضور المدير العام التنفيذي للصندوق الدكتور عبد الله داغم تقرير الإدارة التنفيذية الذي شمل الأنشطة البارزة للصندوق للعام المنصرم 2023 وأداء النصف الأول من العام الجاري 2024 إلى جانب البيانات المالية وخطة تدريب وتنمية المهارات واعتماد التقرير مدقق الحسابات المستقل والمصادقة على الحسابات المالية للسنة الماضية. أشرفت النيابة الجزائية المتخصصة وإدارة مكافحة المخدرات في الحزام الأمني بالعاصمة المؤقتة عدن اليوم
على عملية تلافي كمية كبيرة من المواد المخدرة تشمل مادتي الحشيش والشبو بلغت 290 كيلوجراما، وذلك في محيط النيابة الجزائية المتخصصة بمديرية خور مكسر. وتأتي العملية في إطار جهود النيابة الجزائية والأجهزة الأمنية للقضاء على آفة المخدرات التي تشكل خطرا حقيقيا على أمن المجتمع، حيث سبق وأن أتلفت كميات أخرى أو أتلفت كميات أخرى بالتعاون مع الأجهزة الأمنية في عدن، كما صدرت أحكام بالسجن على مروجين ومتعاطين، فيما لا تزال قضايا أخرى قيد النظر في المحاكم. وبإشراف مباشر من عضو المجلس الرئاسي الشيخ عبد الرحمن أبو زرع المحرمي والقائد العام لقوات الحزام الأمني العميد محسن الوالي، وستقوم النيابة الجزائية والإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالحزام الأمني بإتلاف كميات كبيرة من المخدرات وعددها ما يقارب 290 كيلو حشيش، وكذلك 5 كيلو من مادة الشبو المخدر. وهذه كميات من المخدرات ضبطت في قوات الحزام الأمني محافظات عدن وأبين ولحج. رأس القائم بأعمال المدير العام لمديرية مدينة المكلا فياض بعامر بديوان السلطة المحلية بالمديرية اجتماعا برؤساء الأحياء السكنية، وذلك لمناقشة إشكالات الخدمات العامة بما في ذلك الكهرباء والمياه والصرف الصحي. كما بحث اللقاء تعزيز دور اللجان المجتمعية وتكثيف الجهود الرامية إلى الحفاظ على المصالح العامة. وخلال الاجتماع أشاد القائم بأعمال المدير العام بالدور المهم الذي تلعبه اللجان المجتمعية في المديرية بشقيها القيادي والميداني على مستوى الوحدات والأحياء السكنية، مشيرا إلى أن السلطة المحلية في المديرية ستسعى إلى تحقيق مزيد من المزايا لرؤساء وأعضاء اللجان المجتمعية تقديرا للجهود التي يبذلونها، حيث خرج الاجتماع بالاتفاق على حزمة من المقترحات التي ستبلور على أرض الواقع خلال المرحلة القادمة. تتواصل أعمال البرامج التدريبية للنساء العاملات بمجال سيادة القانون من الشرطة النسائية واللجان المجتمعية النسوية والعاملات بالمحاكم والنيابات والناشطات الحقوقيات من أجل تحسين الوصول إلى العدالة للنساء والفتيات. البرنامج الذي يأتي ضمن مشروع تحسين الوصول إلى العدالة للنساء والفتيات وينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP عبر اتحاد نساء اليمن فرع ساحل حضرموت، يستهدف 100 امرأة من إجمالي النساء المستهدفات لتعزيز قدراتهن بمفاهيم النوع الاجتماعي والعدالة والسلام والتمكين القانوني بالقوانين الوطنية والدولية. وإلى حالة الطقس، حيث تشهد مدن ساحل حضرموت أجواء صحوة إلى غائمة جزئية مع رياح معتدلة السرعة ودرجات الحرارة دافئة رطبة نهارا إلى معتدلة رطبة ليلا. وفي أرياف ساحل حضرموت والهضبة الجنوبية أجواء صحوة مع تفرق لبعض السحب ورياح معتدلة السرعة ودرجات الحرارة حارة نهارا مائلة للبرودة ليلا. وفي وادي وصحراء حضرموت والهضبة الشمالية أجواء صحوة جافة ورياح معتدلة السرعة تنشط خلال فترات من الظهير ودرجات الحرارة حارة نهارا إلى معتدلة جافة ليلا. والآن مشاهدينا إلى حالة الطقس المتابعة.
وصلنا إلى نهاية هذه النشرة مشاهدينا، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. الأمين العام لمحل حضرموت يشيد بالتدخلات الإنمائية لمكتب اليونيسف بالمكلا. مجلس إدارة صندوق المهارات يبحث تقرير الأداء المالي والتدريبي. وفي العاصمة المؤقتة عدن إتلاف 290 كيلوغراما من المخدرات في إطار جهود مكافحة تهريب المواد المخدرة. نهاية النشر المحلية في أمان الله.